عدنا اخوتي الاعزاء، رانا اخوتي وصلنا قريب لبيلفور تاع فرنسا. ودائما اخوتي كاينه حاجه نحب نقولها لكم، دائما اخوتي امشوا مياض، انا نمشي مياض 100-110 ماكسيموم، ما نزيدش فوق ال100 باش ليسونس ما ينتكلش وباش الرحله تاعك ما تجيكش مكلفه، بس لو كنت تمشي فوق ال120 ليسونس تاكل بزاف. المهم هذه هي اخوتي الاعزاء، حبيت برك نعطيكم هذه المعلومه. راه بقى لنا اخوتي الاعزاء 619 كيلو على ربي. هيا بعد الفاصل سنواصل ان شاء الله، كي نلقى حاجه شابه دائما راني نصورها لكم خوتي الاعزاء. هنا كاين البياج، راح نبداو. صلوا على رسول الله.